ابعد عنها. لا انا قاعد متجوز. متجوز ومراتك هتشوفك كده. ابعد. ماشي انا بطهرها. ابعد ابعد ابعد. انا بسأل سؤال، اين الرياضيين اللي واجعين دماغنا ثلاث ايام بكاء في القنوات على المرحومة حضرتك؟ اين ابراهيم فايق؟ بدل ما كنت تعيط في القناة السعودية فوق، طبعا فوق دماغنا السعوديين، بدل ما تقعد تعيط في القناة كنت تيجي العزاء. انا بعيد عنك، انت مش شايف؟ لا انت حضرتك بقى لازم تطلع بقى. ان شاء الله انت تطلع بقى. ما هو مش ممكن محدش يقطع بقى يا جماعة. انا حاطط دي عليا، ده شيرت. بدل ما تعيط في القناة السعودية، وانا بقول لك اهو مع احترامي للسعودية والشعب والملك والامير، حضرتك لم تكن تجرؤ تعمل اللي انت عملته ده في ام. صح. اتفضل. كنت منتظرك النهارده انت وسيف والعجوز المتصابي اللي عنده 90 سنه مدحت شلبي. ها؟ ومش عارف ثانيه يا شوبير. يا بيه من فضلك، هو حضرتك اللي هتتكلم ولا انا؟ انا عارف اقول ايه؟ وابراهيم عبد الجواد اللي عامل اعلانات واللي مش عارف ايه، كنت منتظر اشوفكم في العزاء. وخلي بالكم انا حرصت في هذا العزاء اقعد بعيد. ليه؟ واحد يقول لك انا مختلف مع مرتضى. لا انت مالكش حجه، انا كنت قاعد لوحدي هنا. حصل. ما جتش ليه؟ عارف ليه؟ عشان ما فيش وفاء. فين عبد الواحد السيد؟ فين شيكابالا؟ هما فين؟ فين مصطفى شلبي؟ فين اللعيبة؟ فين زملائه؟ لا حازم امام ولا سيف ولا 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 مفيش حد خلاص. يبقى محدش يقعد يبكي لي في القناة او على صفحته. هو العزاء ده كان معمول لمين؟ ليا؟ انا عامله عشان اكشفكم. ده عزاء اسرته. اه يا شباب. نعم حضرتك مين بقى؟ ما حدش يتكلم يا جماعه ولا يعلق. انت بتشتغل ايه حضرتك؟ فين؟ مين اهل مصر دول؟ كلنا اهل مصر. كلنا اهل مصر. هو حضرتك العزاء ده معمول للرياضيين. وتقال كده ده عزاء لمين؟ الرياضيين. فين هم؟ انا بسالك فين؟ مع احترامي لاسرته. ده عزاء للرياضيين. هما فين؟ هما متخانقين. انا مش فاهم يعني. هما مخصمين عشان كده ما جوش. انا مش فاهم. انما للاسف الشديد طول ما امثال حضرتك موجود وبتديهم مبرر، ده انا اجي عزاء النهارده واجي عزاء بكره واروح كفر الشيخ عزي واروح بيا لعزي. صح. ها؟ فين هما؟ ولا احنا متخاصمين؟ ده عزا شاب محترم، واللي قال عليه انه كان بياخد منشطات ده كذاب. ليه بقى؟ شوف العيال اللي عندك اللي بتاخد منشطات منهم، واحد متجوز واحده الثانيه في تسجيل قالت بياخد المنشطات قبل الماتش. شوف ده. وهنسمع الناس تسجيل قريب. يا الغلبان. وبعدين بتقول لي اصل واحد يقول لك اصل القلب بتاعه كان ضعيف. ما كان بيلعب في الزمالك وكان من احسن اللعيبه. الولد ولد حساس. يمكن انا زي ما ناس كتير قالت ان هو يمكن هو مات اول مره. يا باشا من فضلك. باشا ثواني يا عزام بس المستشار بيتكلم. حضرتك عايز تتكلم؟ اتفضل. بعيد. هو رجع الى الحياه عشان يشاور. مشاور. بس للاسف في ناس بتشوهه. احمد رفعت ده انا كنت بعتبره بالظبط زي كل اللعيبه اللي حتى اللي موجودين دلوقتي. اللي ما حدش فيهم في مناسبه رفع سماعي وانا اللي جايبهم كلهم بشباشب. بقى عندهم فيلل وعربيات. يجي في مناسبة يرفع اسمه يقول لك كل سنة وانت طيب. قلت لكم مش احمد رفعت اللي مات،
الوفاء هو اللي مات في الوسط الرياضي، وبقينا نشوف وجوه في الإعلام المفروض تختفي. ده مليونيرات. أنا بس ليا طلب، إحنا عندنا في بلدنا ننتقد، وهنقول دلوقتي اللي حصل ده مع أحمد رفعت اللي قتل، هو اللي طرد مجلس الإدارة المحترم من نادي الزمالك، وهو نفس الشخص هو اللي جاب حسين لبيب واللي معاه، بالرغم كلهم كانوا ساقطين قبلها بسبعة أشهر، هو نفس الشخص. طلعوا الجيش من القصة. هو مهند لاشين كان بيلعب فين؟ في طلع الجيش. ومضى، راح فين بعد كده؟ فيوتشر. طب واحدة واحدة خليكم بقى معانا. هو في طلع الجيش مضى خالص، خلاص الراجل. طلع الجيش ما عملش حاجة معانا. إنما باشا من الخدامين خطفوا من معسكر مش عشان يمدى لطلع الجيش. لا، عشان يمضي لفيوتشر. نادي حزب مستقبل وطن. في الدور الخامس خطفوا تاني من المعسكر. في القاهرة الجديدة. فالولد لما قال له العاد عندنا. قال له انا ماضي مع مرتضى، المستشار مرتضى وامير. قال له طز نحبسه، وحبس فعلا. ونعزله وعزل فعلا. هو ده اللي نشاور عليه. خدام موجود. فين مهند لاشين؟ راح لا في الجيش؟ فين؟ دلوقتي. لا في فيوتشر بعد كده راح فيوتشر. ولا هو كان طلع الجيش؟ خلاص طلع الجيش سابه. واحنا ماضينا معاه. طلعوا الاحزاب من الرياضه. تاني. طلعوا الاحزاب من الرياضه. احنا في مصيبه. هو مين اللي عين جمال علام في اتحاد الكوره؟ هو كان في انتخابات هنهزر؟ تاني. هو جمال علام دخل انتخابات هو وقايمته دي كلها ضد قايمه واحد في بلاد دكرور اسمه محمد ابراهيم مركز شباب بلاد دكرور. لا نفس الباشا ده يجي وده يمشي. نفس الباشا اللي مرتضى ومجلسه بره وعايزين لبيب اللي خرب النادي. احنا في مصيبه. هو الجيش برضو اللي جاب لبيب 25 بطوله في 4 أشهر ترتيبك العاشر دلوقتي. وبقول للعيال اللي حضرت ماتش الزمالك امبارح واليوفط والله يرحمه، اول ما الزمالك جاب جون التعادل عملوا ايه؟ رقصوا وغنوا. والجون الثاني رقصوا وغنوا. تقول اصل في عزا بكره. وانت رايح تعمل يوفط للراجل المرحوم ولا رايح ترقص وتغني؟ دول من الزمالك ولا جمهور الزمالك العظيم؟ جمهور الزمالك جمهور عظيم ووفي، وانا بمثله لغايه دلوقتي بمثله. ولما عملت العزا دون عملته باسم جمهور الزمالك عشان الدنيا كلها تعرف ان رمز كبير من رموز الزمالك هو وجمهور عندهم وفاء. هو احمد رفعت فين دلوقتي؟ واعمل لي حاجه الله يرحمه. نرجع بقى سامي من فضلك. انا حذرت للي بيقول اصل قلبه تعب. انا حذرت 2020 كان في ايه؟ كورونا. والدوري وقف 6 أشهر. كتبنا مذكره مضى عليها 16 رئيس نادي. واللي كان بيجمع التوقيعات فايز عريبي طنطا ومحمد مصلحي الاتحاد الاسكندري. 16 واثنين رفضوا. وكان ايام عمرو الجنايني ده هو اللي ماسك البتاع اللجنه يعني. وراح السيد رئيس الوزراء اللي موجود دلوقتي عمرو الجنايني قال له لا هو الدوري انا كاتب في المذكره وكلنا ماضيين عليه. جايبين تقرير اطباء قلنا الولاد لما هيتواصل للموسم ممكن الولاد تقع. وفعلا شوفوا نسبه الاصابات اللي بتحصل في اللعيبه اهلي زمالك اي نادي بسبب امتداد الموسم عمرو الجنايني والاثنين اللي رفضوا. السيد الوزير طلبني رحت لقيت الاخ عزيز فايز عريبي والاخ محمد مصلحي والكل ماضي على شاطب على ايه؟
على توقيعه. حذرت، قلت الموسم ده ادوا الدوري للاهلي، بس اوقف بقى ولادنا ياخدوا نفس. عمرو جريني قال لا نواصل، وصلنا اللي احنا شايفينه دلوقتي، اللي احنا اللي هم دلوقتي بيقولوا، والنبي الولاد بتدغدغ، العيال بتقع، العيال ما انتم، ما انت يا عمرو يا جنايني، انت مين انت عشان تبقى رئيس لجنه تحكم اتحاد الكوره؟ انت مين؟ المذكره موجوده وموجوده عندي وانزلها على الصفحه بالتوقعات كلها، وكملوا الموسم. وكل ثانيه واحده، وكل موسم عندك مش اقل من 20 30 لاعب صليبي. مش ده اللي بيحصل دلوقتي؟ ما سمعوش، ما سمعوش ليه؟ عشان العنطر. انا عنطر، انت مين يا جنايني؟ انت مين؟ انت ايه علاقتك بالنادي ازاي اصلا بالزمالك؟ زي بالظبط انا دايما اقول كل شويه، انا جمال العدل، انا مدحت العدل مع احترامي لسامي الله يرحمه، احنا بندعم الزمالك، جنيه واحد دفعته للنادي في تاريخكم؟ ولا جنيه، منظر على الفاضي يعني، ولا جنيه ولا تعريف. واللي ممدوح عباس اللي حجز على النادي، ها، ودلوقتي هو حاكم النادي، وعيل اسمه بدر، ما اعرفش اسمه بدر ايه، جوه النادي معلق صورته. عايز اقول له اللي انت معلق صورته ده في المبنى اللي انت فيه ده، انا بنيه على حسابي، والمكتب والترابيزه دول اللي انت قاعد عليهم يا بدر، اسمه بدر حامد باين، على حسابي. وشوف ممدوح عباس بيقول لك ان هو كان الاول تبرع 20 مليون خدوا 110، كله شكات. ليه بس سؤال؟ انت عارف انا متبرع بكام يا عباس؟ 200 مليون جنيه. وكل مره بتحدى حد في مجلس بتاع اللجنه اللي حطيناها دلوقتي متعينه يطلع يقول الكلام ده مش مظبوط. الاصابات كلها عندك 200 مليون جنيه. يعني اللي ممدوح عباس زلل بيهم النادي بقاله من 2015 لغايه دلوقتي 20 مره. احنا عمالين نتفرج. لو الرياضه استمرت بالطريقه دي والباشا متدخل بمناخيره في كل حاجه، ما تقوليش جيش. جيش ايه؟ جيش ماله؟ هو جيش هو اللي خطف الولد مهند؟ ما انا بقوله على الهوا اهو. وحصل اجتماع في بيت محمد حلاوه كايام ما كان هو والاخ وليد، وكان دياب قبل ما وليد ياخد النادي، تمام؟ اه، جينا اتكلم في مهند قال لك لا ده مضى خلاص. والباشا قال له لا تسال فيه. جينا نتكلم في جنش لو تفتكروا، قالوا لي ده احنا اتحايلنا على حسين لبيب العقد اللي عامله دون ان هو الولد لو دفع 3 مليون جنيه في اي وقت يمشي، وده اللي حصل، تمام؟ النهارده بندفع بال 50 و 60 مليون للعيبه للاسف الشديد. يا جماعه القصه مش احمد رفعت الله يرحمه، القصة لازم الوسط الرياضي يتطهر والإعلام يتطهر. أنا أول مرة بصراحة أشوف مين إبراهيم ده عبد الجواد اللي بيعمل له إعلان وعامل كده وعامل كده، مين ده؟ مين ده؟ وبيلعب طاولة وده بيلعب، مين دول؟ مين دول أصلاً؟ قناة الزمالك مخطوفة. مين رئيس مجلس إدارتها؟ أنا أسستها ورئيس مجلس الإدارة، مملوعة أطلع فيها. اسألوا اللي بيعمل ده مين؟ وانا حذرت قبل كده، قلت القادم ايه؟ اسوأ. وبقول تاني القادم اسوأ. عشان كده بدل ما احنا بنشاور على الجيش مش عارف ايه، سيادة الرئيس من فضلك، كل راعي مسؤول عن رعيته، بعد اذن حضرتك لازم تسمع الناس الشرفة اللي في البلد، ولازم تسأل مرتضى اتحبس ليه واتعزل لما رفض الاعتذار للخطيب، ولما رفض يشيل القضية بتاع نادي القرن، ولما رفض يقسط الغرامة الكهرباء. والدنيا كلها عارفة ان كهرباء بدل ما يدفع 200 مليون دفع 70 بالتقسيط عليه قسطين بقالهم 3 اشهر ما دفعهمش. حد يعرف؟ لا، لان الموجودين خلاص انا جايبك، انا اللي معينك في المكان ده، هتنطق همشيك. سيادة الرئيس لازم تسمع الناس، في ناس بتحبك بجد وخايفة عليك بجد، فلازم سيادتك تسمعهم. انما احنا سيبنا الناس دلوقتي يقول لك اصل الجيش واللعيبة بتوع الاخوان والجيش افترق البتاع. ما انا اديت لك مثلا، مش كان مهند عقده خلص مع الجيش وكان فري،
ومضى وكان اخوه معاه واتخطف من المعسكر وراح الدور الخامس في المبنى بتاع حزب مستقبل الوطن. والباشا اللي شغال خدام قال له تعليمات يا امضي. طب ده انا ماضي مع امير مرتضى والمستشار. قال له نحبسه ونعزله. وده اللي حصل. ثانية واحدة من فضلك. من فضلك. بلغ النائب العام. ثانية واحدة. واحدة واحدة. القصة يا جماعة مش أحمد رفعت، أحمد رفعت فجر قضية. ومين شوبير ده اللي تشوفه على الشاشة؟ مين ده؟ واحد طلع قال لك أنا بزور انتخابات. واحد طلع علنا مع محمود سعد لما طلعت معه الشيخ خالد قلت له اللاعب سين أنت عملت كذا في بيته. نجم. أهو. واللي بيخلص هنا في اون القنوات اللي تبع الاتحاديه بيطلع دلوقتي ياخد راحته في ام بي سي. ها هو لولا انهم في ام بي سي كانوا عملوا فجروا القضيه دي؟ لا طبعا، لا طبعا، لا. مع احترامي بقى تاني للشعب السعودي وتركي الشيخ وجلاله الملك خادم الحرمين الشريفين سمو الامير محمد محترم الامير، دي حاجه ودي حاجه. البي اللي طلع يعيط يقول لك انا مش قادر على العزاء. هو انت، انا عايز اعرف هو انت مخاصمني ولا مخاصم المرحوم؟ ما تيجي وتروح بكره وتروح كفر الشيخ. انما منظر، طب ما هو النادي جنبينا اهو، في لعيب واحد سايق جنبي اهو، فين هو؟ فين لعيبه الزمالك اللي لعبوا جنبه؟ الولد ده الله يرحمه كان عنده حساسيه جامده، هي شخصيته كده، يتيم متربي يتيم. جه منه اللاجروس، كان عندنا ماتش في السعوديه طلعه من القايمه، قلت يسافر مع الولاد اللي ما بيسالوش دلوقتي ويعمل عمره. وفعلا سافر وعمل عمره وما لعبش. الولاد كان عنده حساسيه، لا طلعناه انه بيشم ومنشطات وبيمشي ويقع. حرام، حرام لما تشوه صورته وهو عايش وهو ميت، حرام. يا جماعة إذا لم تنتبه الدولة وعلى رأسها السيد الرئيس لما يحدث في الوسط الرياضي والإعلامي، كارثة أحمد رفعت هتتكرر وبتتكرر ومش لازم يموت. ايه الفرق بين الموت والحبس؟ ايه الفرق بين الموت والعزل؟ ايه الفرق؟ انما يمكن عشان احمد الله يرحمه شاب قلبه طيب وعانى كتير من الظلم والقهر، يمكن قضيه بقت قضيه راي عام كلكم جايين، كلكم، عشان الشعب حاسس ان في قهر. وعايز اقول لعيبه الاخوان الهربانين، انا بقول ده من جوه بلدي وبخاطب رئيس الجمهوريه بتحامي جوه بلدي. انتوا بقى عاملينها ايه بقى؟ حمله ضد الجيش، مالكش دعوه بالجيش. تاني مالكش دعوه بالجيش بتاع البلد. حمله، شفتوا الجيش بيعمل ايه؟ شفتوا الجيش بيعمل ايه؟ لا دي حمله، حمله منظمه ضد جيش البلد. وقلت بقول في كل مكان هتلاقي في الداخليه ضابط فاسد ظالم، بس مش دي الداخليه. هتلاقي في الجيش ظالم فاسد، بس مش الجيش. هتلاقي في القضاء ظالم فاسد، بس مش ده القضاء. انت بتتعامل مع كيانات، لما يحصل حاجه من شخص للاسف العيال الهربانين بره بيسكتوا على المؤسسه كلها. لدرجه في ولد، واد عمله واد كده شكل، يعني محترمي البوابين طبعا فوق دماغنا، شكل البواب بتاع المكتب الدولي بتاعنا، اعتقد اسمه احمد سامي. واحد عمله مداخله بالتليفون بيقول له ايه؟ بيقول له مرتضى منصور اول واحد شاور على الفاسدين دول. قال له دي الدوله بتستخدمه. بتستخدمني في ايه؟ في ان انا اتحبست؟ في ان انا اتعزلت؟ يا ابني الكلب يا واد كفايه. هو في رئيس نادي اتحبس في مصر الا انا؟ هو في رئيس نادي خد 5 مرات احسن رئيس نادي في مصر واتعزل اللي انا برضه؟ انت اسف ثاني من فضلك. الدوله هتستخدمني في ايه؟ ما تخلي عندكم دم بقى، اللهجه دي بقى
خلاص بقت رخمه قوي. ده انا كل يومين ثلاثه كان حكم ودخلت السجن بجد. هتستخدمني في ايه الدوله؟ هو لو الدوله بتستخدمني هطلع اقول الكلام ده وخاطب السيد رئيس الجمهوريه اقول له اه في ظلم وفي قهر، اه في ولازم يتدخل لانه هيبقى مسؤول قدام ربنا يوم القيامه. انما انتوا هربانين تاني، هربانين. انت يا استاذ من فضلك يا استاذ يا باشا يا اللي بتشاور بصبعك يا اللي بتفكرني باحمد موسى لما بيقعد يشخط في الناس بصبعه، ايوه انت او في شبه منه، ايوه انت انت, انت. ايوه ايوه اللي بيديها لابس فانيلا سودا انت، هو شكله في كل شيء يقول لك اعمل كده. بقول لك ايه انا مين؟ انت مين يا ابني؟ انت مين؟ انت مين يا محمد موسى؟ بجد انت مين بصبعك دوت؟ بقول لكم ايه؟ بصوا ايديك ووش وظهر، انتوا لسه عايشين، لسه عايشين. هو انت اللي معيشنا؟ والتاني الملياردير اللي اسمه عمرو ده، ملياردير يا باشا، عنده فلوس لو قعد 100 سنه مش هتخلص. يقعد يقول لك ايه دلوقتي انه في قناه ايه؟ سعوديه، فلسانه بقى طويل. انما لما كان في قناه مصريه عمرو اديب، ايوه طبعا عمرو اديب، اه عمرو اديب، اقول اه عمرو، بتكلم عن عمرو اديب، اه مستشار سياده المستشار الرساله. ثاني واحده ما خلص، انا لقيت محامي عامل بيان يقول ان هو محامي المرحوم احمد. انا ليش دعوه كبيره ولا صغير، انا شرفنا انضم له لان ما في محامي موجود زميل صغير كبير انا اللي بضربه، تمام. ده رقم واحد. رقم اثنين، انا كنت اتمنى اللجنه المعينه في نادي الزمالك اللي ضيعت النادي، اللي فيهم واحد عمل نفسه عيانه ميت دلوقتي في المستشفى عشان الوزير عرف ان فيه 200 الف دولار غرامه على نادي الزمالك عشان البيل الافندي اللي انا مسقطه قبل كده مرتين، ها والبتاع الاخيره اللي اكتسح الانتخابات. الوزير عرف ان الغرامه دي بسبب انه خطف الكاس بتاع الكونفدراليه اللي ما لهمش فضل فيه وقعد يلف بيه، فالزمالك اتغرم. فالوزير قال لك لا نيابه اموال عامه، فعمل نفسه ميت في المستشفى. انا حضرتك في اللجنه اللي هو ما عندوش اسماء قلبيه؟ بقولك اسمعوا، احنا عايزين نسال سياده المستشار في حاجات كتير. ثانيه واحده لما اخلص اللي عندي، لو لقيت حاجه ما غطيتهاش بس ماشي. انا خلاص